لو الحكاية فيها إن فيتو. بص، هو زي ما قلت، أنا من النوعية اللي ما محمد ما بقدرش أعمل حاجتين في وقت واحد. فأنا زي ما قلت، أنا عايش لعيب كرة بس. ما هو البيزنس، يبقى أنا هاخد من تركيزي في الكرة. بيزنس، عارف اللي هو مؤجل، عارف اللي هو مؤجل. ليه البيزنس دلوقتي يا كابتن؟ ليه ايه؟ ليه تجارب في البيزنس دلوقتي؟ لا ما جربتش ان انا ما دخلتش في البورصه ولا لا ماليش في البورصه. لا ماليش في البورصه. هو شادي حاول معايا، وانما انا ما بحب، من النوع اللي ما بقولك ما بحبش ان انا ايه اشغل دماغي بحاجه تانية. انت فاهم؟ شكلك مكوي من البورصه. الكابتن وائل بيفكر ان هو يكون مرشح سياسي فيه من النيابه، ان هو يتجه للناحيه السياسيه؟ لا، ما بحبش السياسه اصلا. طب انت شايف اللي بيحصل في الشارع المصري ده ايه؟ يعني محدش عارف دوره كويس. يعني كل واحد لو بيأدي دوره صح، مش هنوصل اللي احنا فيه ده. لو حبينا نقول كل كلمه لحد من الاشخاص اللي هنذكرها، تحب تقول له ايه؟ المعلم حسن شحاته. كابتن حسن، عشنا مع بعض اجمل ايام حياتنا الكرويه. شخص محترم جدا، وانا سعيد ان انا اتعاملت مع حد بالشخصيه دي. كابتن شوقي اخويا الكبير، والناس اللي ما تعرفوش ان كابتن شوقي ده هو اللي خدني من قريتي لنادي غزل المحله، واشتغلت معاه. اول ما اشتغل مدرب كان هو المدرب بتاع فرقتي في الناشئين في المحله. المشير عبد الفتاح السيسي. ايه؟ المشير عبد الفتاح السيسي. ما انا قلت انا مش بتاع سياسه. لا، ما انا مش بتاع، بس كمعني بالشكل العام اللي موجود في البلد. مش لازم نقول يعني. بص، اقول لو عايز اقول له كلمه يعني. اقول لو انت يعني ربنا وفقك وبقيت رئيس جمهوريه مصر العربيه، نتمنى البلد تبقى افضل من الوضع اللي احنا فيه. البلد فيها مشاكل كتير جدا. البلد المشاكل دي تتحل، الناس هتحب الفريق عبد الفتاح السيسي اكتر من كده بكتير. حمدي صباح. بص، انا مش بتاع سياسه، عشان انا مش عايز. بس انت اكيد. لا سيبك من انا مش انا كذا. انا ما اعرفوش شخصيا الاستاذ حمدي صباح. انا ما اعرفوش شخصيا. ما تعرفوش ولا تابعته في لا خالص. انا ما حبيتش ان انا ادخل يعني في وقت المشاكل خلال الثلاثي. انا ما بحبش اتفرج على السياسه خالص. في البيت قاعد اتفرج على ماتشات، يا العب مع اولادي، اتفرج على افلام. مش مع التوكشو. لا 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 خالص، بالشكل العام. لا ما نزلتش اي استفتاءات خالص، ولا خرجت من البيت. لا، كنت بنزل طبعا في الاستفتاءات والدستور، كنت بنزل وانتخابات الرئاسه. وانت بني ادم عايش، بني ادم عادي. انا بقول على يعني انت. ايوه، بني ادم عادي. بس ما بحبش ان انا اتكلم في نقطه السياسه. انت فاهم؟ الدكتور عمرو موسى نفس النظام، نفس القصص دي. انا ما بحبش اتكلم، انما ممكن يبقى ليا دور ان انا اروح استفتاء، اروح بتاع. انما لما بتروح السيفتا تقول او لا، او تختار رايك بقى الشخصي. انا فاهم. بتبنيه على ايه؟ بتبنيه على قراءات في اعلام، او بتبنيه على قناعات شخصيه، او بتقنيع؟ بسال قبل ما اروح الحاجه دي، الاستفتاء ده ايه اخباره والدنيا ايه، وبعد كده باخد قرار. حابب تقول ايه للكابتن شوبير مثلا؟ كابتن شوبير انا شايفه كاعلامي راجل ناجح جدا طبعا، وافضل الاعلاميين اللي اشتغلوا في التلفزيون وفي الاعلام الرياضي في مصر. قدر انه يعمل لنفسه شعبيه، وده من خلال المتابعات اللي الناس بتتابعها له. كابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه. هقول له ايه؟ اقول له مصطفى يونس يعني. لا كابتن طاهر ابو زيد، انت شايف تجربته كواحد ارتدى شورت وفانيلا كان كابتن مصر، تجربته كوزير انت شايف ان هي شايفها ازاي، او بتقيمها ازاي؟ او هو مثلا يعني دي بتدي اللي صنع القرار تشجيع ان هو بعد كده يجيب واحد من نجوم كره القدم يبقى وزير؟ يعني انا بقيمها كنجم كابتن وائل كابتن مصر. لما شايف كابتن مصر اللي قبله وكابتن طاهر هو راجل النجم لا يقل عنه، انا شايف ان هو دخل نفسه في مشكله ما كانش في محلها يعني. فاهم؟ انا رايي متواضع في قصه الانديه دي، ان لازم الموضوع ده يرجع للجمعيه العموميه، الانديه الجماهيريه بالذات. انا ده رايي. مشكلته مع النادي الاهلي. ما هي دي مشكلته. وهي دي الحاجه الوحيده اللي ظاهره في علاقته اعتقد يعني. لكن تقييمه كوزير مجمل، ما هو تقييمه كوزير من خلال المشاكل اللي دخل فيها، او المواقف اللي هو اتعرض ليها. وده اكتر موقف بيتهيألي هو ظاهر فيه يعني.
يعني رأيي المتواضع ما اعرفش هل صح ولا غلط، انما النقطه دي لازم القصه دي ترجع للجمعيه العموميه. النادي ده ملك زي ما قلت من شويه، قلت النادي ملك لجمهوره بس، فجمهوره ده او اعضائه دول اللي هم المسؤولين يجيبوا مين ويمشوا مين. بس اهالي شهداء الالتراس سعدت طبعا جدا جدا بلقائهم اليوم بتاع النصب التذكاري ده يوم واحد، وبقول لهم ان احنا اولادكم زي اولادكم اللي راحوا، واحنا يعني شايلين جميلكم وجميل الشهداء اللي راحوا فوق دماغنا. عشان الربع ساعه قبل التذكار ده في العقوبات الوقعت احمد عزوز، بص برضو دي عقوبات اداريه انا مش عايز اتدخل فيها يعني. انا ما كنتش اتمنى انه يتعاقب يعني، انا شخصيا انما بس من الاول من الاصل كان كنت اتمنى ان هو ما يعملش كده. طبعا من الاول يعني انت معايا على الجهاز الاعتصام الاولاني ساعه القصه الاولانيه قبل الموضوع بتاع اشرف، هو نفس قصه ابو تريكه يعني فاهم وجهه نظره، والراجل كان بينزل الرابعه على طول فوجهه نظره انا ما اقدرش، انما انا مسحته اكتر من مره انت فاهم. انت نجم كوره مش بتاع سياسه، ميركل كل مصر انت بالظبط، هي دي النقطه اللي انا بقول لك عليها، عشان كده ما ينفعش اتكلم في السياسه يعني. انت بتاع كوره يعني، الكوره دي فيها المؤيد والمعارض فاهم، فما تخسرش ده ولا تخسر ده. عجبني الكابتن حسن شحاته مره، كنت كان حد بيدعي قدامي في جوله من جولات مرشح مجلس الشعب، فبيقول له انت مادي عندنا وبتاع وعندنا ندوه بتاع ده مؤتمر جماهير ومش عارف لازم، قال له انا طب الراجل المنافس بتاعه الراجل المنافس ده مش مصري، انا هروح ادعمك في انا ملك مصر، انا لو قلت ازعل مجموعه ثانيه انا راجل ملك الناس ما دعمش نرشح لو صاب نرشح. عماد بيمر بمرحلة صعبة جدا جدا دلوقتي في مشواره، لازم يهتم بنفسه اكتر من كده ويركز ويعرف ان الايام بتجري. هل هو مقصر في حال نفسه؟ لا لا، هو بس موضوع التأهيل ده بس، هو انا حاسس ان هو استعجل شوية، وانت عارف اللعيب بيجي له كورة بيجي له وقت بيدوس على نفسه شوية عشان عايز يرجع بسرعة فاهم، انت عارف عماد داخل على تجديد وداخل على فعايز يبقى متواجد وداخل على بطوله سوبر وعنده ماتشات مهمه، عايز يقول للناس انا موجود لسه. ف الدخول على نفسه داس على نفسه في لعيب ما استغلش امكانياته، انت شايف ان هو ما استغلش امكانياته وبعد عن مع ان انت كنت متوقع له حاجه كبيره قوي ويكون حد مكسر الدنيا وهو في ناس مرت علينا في النادي الاهلي لعيبه جات لها فرص كتير كانت ممكن تبقى احسن من كده، واحد زي هاني العجيزي اعتقد انه من اللعيبه الكويسه اللي ما اللي قدرش انه يحافظ على الفرصه اللي جات له كويس. مين تاني سعيد؟ مين؟ ابراهيم سعيد. ابراهيم برضو دخل نفسه في مشاكل مش بتاعه لعيب كوره، فاعتقد ان دي اثرت عليه واثرت على مشواره في النادي. طب يا كابتن مشوارك معاه 13 سنه دول اللي كان نفسك تحققه في الفتره دي وما قدرتش تحققه؟ كاس العالم، الوصول لكاس العالم كان حلمي اللي انا كنت عايش عليه الفتره اللي فاتت كلها، انت عارف اما بتحقق البطوله اكتر من مره خلاص بتفقد القيمه بتاعتها كمان والزهوه بتاعتها زي ما بيقولوا، فالواحد كان نفسه يوصل كاس عالم انما الحلم ما اتحققش، واتمنى ان منتخب مصر يوصل اقرب تصفيات جايه لان ده حلم المصريين كلهم مش حلم وائل جمعه بس. برادلي كان مدرب كويس، برادلي كان مدرب كويس، شخصيه كويسه، انما يعني عارف الموضوع وصل له متاخر، وصل له عشان كده انا دايما بحب المدرب المصري، المدرب المنتخب يبقى مصري بيعيش بسرعه، لا بيعيش الاوضاع بتاعتك بسرعه وبيفهم اللعيب بسرعه فاهم. انت حضرتك توصل ايه وصل له متاخر يعني؟ قدر يفهم اللعيبه متاخر بس على فكره هو كان مغضوب في بعض اللعيبه شويه معتمد عليهم جامد. هل الجهاز المعاونه طبعا احد الاسباب اللي ما ساعدوش ان هو يوصل للفكر الصح يعني؟ انا بقول لك هو بقى بالاضافه ان في سوء حظ قبله في ناس عدم توفيق بالظبط. طب يا كابتن طول عمر النادي الاهلي هو اللي بيشيل لعبته يعني، طول عمر الاهلي هو اللي شال لعبته هو اللي سنده، هم الفتره دي احنا حاسين كلنا يمكن في بعض الفرق ان اللعيبه هي اللي شايله الفرق او شايله النادي مش الفرق، اسف شايله النادي في حيث ان ما بياخدوش بالهم كتير قوي مستحقاتهم. لا عمر ما تتقال كده، لا ما تتقالش كده بغض النظر عن المقوله نفسها، دورك انت كابتن فرقه في احتواء اللعيبه بالذات لما يكون لعيب مثلا جاي نادي جديد او لعيبه صغيره،
المستحقات اللي بص حته المستحقات دي بالذات طبعا اللعيبه لازم تشكر عليها، اللعيبه لازم تشكر عليها، وكل ما اي حد يتكلم لازم يتكلم في النقطه دي، اللعيبه تشكر. لعيبه بقى لها 3 سنين ما بتاخدش بالظبط، ما بتاخدش مستحقات. احنا لسه لينا نسبه المشاركه بتاعه سنه بورسعيد، لعيبه ما خدتش نسبه المشاركه دي، لعيبه ما خدتش مقدمات عقود السنتين اللي فاتوا، انت فاهم؟ فالثلاث سنين هو ما بتاخدش فلوس، بتاخد 50% اللي هي المرتب الشهري بتاعك خلال السنتين اللي فاتوا بس. ف انما في الاخر مهما انت تعمل للنادي الاهلي عمرك ما توفي حقه، هو سبب شهرة اللعيبة دي كلها وسبب أنا كلامك. أنا طبعا أنا فاهم كلام حضرتك، وأنا بتكلم حد دور وائل جمعة ككابتن. بص اللعيبة اللعيبة بتيجي، ما هو عشان كل واحد عنده التزامات بره فبتبقى ضغوط عليه، بتبقى ضغوط انما اللعيب عارف انه النهارده بكره بعده هياخد فلوسه في النادي، دي نقطة ما فيهاش شك. وعشان كده اللعيبة بتصبر على النادي شويه، في خاصه ان هم مقدرين الظروف اللي احنا فيها دلوقتي ووضع البلد دلوقتي، مفيش كوره، مفيش جمهور، مفيش رعاة للدوري، الحاجات دي كلها هي اللي بتجيب فلوس. بس تبعت بس مقدرين. طبعا رايك فيها ايه؟ رايي ان لازم يقدروا النادي الاهلي قدره، فعش تسوي النادي الاهلي بالانديه الصغيره اللي ملهاش جماهيريه اللي ملهاش شعبيه، وهي دي نقطه الخلاف. بس اعتقد ان هم حلوا. بتهيالي اتحلت الاهلي هيرجع للنسب القديمه. بس هو عنده بقى اوفر اكتر كمان، ان قناته هتاخد ببلاش عشان اللي ببلاش، ويعني حاجه كده. لا التفاصيل بقى انا ما عنديش فيها. كابتن وائل معلش، انا عايز ارجع بس النقطه ده بتريكا تاني، لان الكلام ده كان فيه لغط كتير. اتقال ان وائل جمعه زعلان من ابو تريكا عشان التوقيت بتاع الاعتزال نفسه، يعني انت اتكلمت معاه في قصه الاعتزال اكتر مره، وانت زعلت منه انه اختار التوقيت ده في الوقت المناسب، يعني الوقت الغير مناسب زي ما انا زعلت طبعا من ابو تريكا، بس عارف زعل المحب يعني. مش زعل اللي هو عارف، انا حاسس دلوقتي ان الفرقه محتاجه ابو تريكا جدا دلوقتي، يعني ده اكتر وقت الفرقه محتاجه. ما ينفعش زي ما قلت مش ممكن يرجع. لا ما اعتقدش خلاص يعني. يعني انما هو برضو لازم ما افكر فيها من دماغ ابو تريكا، اعتقد ان هو عليه ضغوط دلوقتي كتيره، موقفه من الاخوان والكلام ده، فهو حب يريح دماغه شويه. انا عرفت برضو يعني تعرف بيبقى في اتصال كده صعب اكلمه، وكان واخد عهد قبل، كنت بتحرك معاه، بتحرك معاه في موضوع الشو ده، كان هو واخد عهد على نفسه ما يلعبش الدوري في المصري. لا لا ما اعتقدش. هو قال لي كده، انا مش هلعبها. كنا في مره رايحين السويس، قال انا خلاص حته، كان الاهلي لسه مطلع قرار 5 سنين مش هلعب المصري، قال انا كمان مش هشترك في دوري في لا نتكلم مع بعض الناس ملوقتي. هل ده كان سبب من الاسباب ان هو قال انا مش هلعب في دوري مش موجود في مصر بورسعيد؟ لا ما اعرفش، ما اتكلمناش في النقطه دي خالص، انما هي النقطه ان انا بقول لك هو حس ان هو خلاص عمل كل حاجه، وكان حلمنا هو كان كاس العالم ده ما شاء الله. انا ما هي دي النقطه، انا بقول لك دي النقطه، انت ما ينفعش لما تاخد القرار ده تفكر في نفسك بس. دي النقطه اللي انا قلتها فيها، بس انت لازم تفكر في المكان اللي انت فيه. اولا النادي ما قدرش يجيب حد مكانه، ما بلغتش كابتن الدوري، قلت ان انا هبلغ. فرق الشهرين دول فرقوا مع ايه؟ مع ابو تريكا الشهرين من اول الموسم. ما هو بركات عمل نفس الموضوع، بس بركات جه قبل اخر الموسم اللي فات، يا جماعه انا مش معاكم، ده الدوري كمان اتلغى انا مش مدرب. فاهم؟ بس طيب بركات بقى، انتوا جبتوا سيرة بركات. لا بركات احنا افتقدنا كلنا بركات، بخفه دمه، بالروح اللي بيخلقها جوه الفريق، بشخصيته اللي الناس بتحبها. يعني خساره كبيره جدا طبعا ابو تريكا وبركات في وقت واحد. ف يعني انا اتمنى لهم التوفيق جدا في حياتهم، زي ما اسعدوا ناس كتير جدا، ان ربنا يسعدهم في حياتهم. مين خليفه وائل جمعه؟ بص انا ما بحبش السؤال ده خالص، انا ما بحبش السؤال ده عارف، لان الشخصيات بتختلف، انت فاهم؟ الشخصيات بتختلف وناس بتزعل، دي نقطه ثانيه. انما الشخصيات ممكن واحد يطلع يبقى انت فاكره انه كويس قوي، يجي بعد فتره دماغه تتغير. يعني مش هتدي الفانيله بتاعتك لا زي اسود ابو كاسل كابتن خطيب؟ لا لا لا، انا مش هعمل ماتش على الزمالك. ليه يا كابتن؟ مش هعمل ماتش على الزمالك، هديها لاحمد ابني.